ايه، انا إلسا. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بقى عشان اعرفكم على اصحابي. وانا بسام. انا جودي. وانا لينا. وانا كارما. وانا كندا. وانا لالي. وبس كده دول الاشخاص اللي معانا في القصه، ويلا نبدا الفيديو. مستر، هو في قد ايه الوقت؟ فاضل نص ساعة. راجعوا يا ولاد. حاضر يا مستر. الله، النهارده اخر يوم امتحانات. يا ترى هنخرج فين النهارده؟ انا مبسوطه قوي النهارده يا اخو. هما مش عارفين ان احنا هنخرج فين صحابي، عشان انا عامله لهم مفاجاه. بس انا قلت لمامتهم هنخرج فين في الامتحان. كويس الحمد لله. انت عملتي ايه؟ انا كمان يا جودي حليت كويس الحمد لله. هو فين صحابنا يا جودي علشان نخرج؟ جايين اهمت. يلا يا بنات عشان نخرج. هو احنا هنروح فين يا كارما؟ هنروح الملاهي. بجد نروح ملاهي؟ انا مبسوطة قوي. الله الله، دي هتبقى خروجة جميلة قوي. انا جيت. بس انت حبيبتي عملت ايه في الخروجة؟ خرجنا يا ماما ورحنا الملاهي وكان يوم جميل قوي. طب انتي اتبسطتي يا حبيبتي؟ مبسوطة قوي 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 قوي. يا رب تبقي مبسوطة دايما يا حبيبتي. دي شكلها صاحبتك يا حبيبتي، اروح افتح لها. دي شكلها إلسا يا ماما، اروح افتح لها. اتفضلي يا إلسا اتفضلي. عاملة ايه يا إلسا؟ الحمد لله. بس انتي عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك يا إلسا يا حبيبتي، عاملة ايه؟ وازاي مامتك؟ الحمد لله يا طنط. اعملي لنا عصير يا ماما نشربهم انا وإلسا. حاضر يا حبيبتي. لا يا طنط انا مش عايزة. لا يا حبيبتي هعملك. عملتي ايه؟ يا إلسا في الامتحان يا إلسا. الحمد لله. بس انت انا حليت كويس. وانتي؟ الحمد لله. وانتي خرجتي رحتي فين يا بسنت؟ رحت الملاهي. بجد دي زمانها خروجة جميلة قوي. كانت خروجة جميلة قوي يا إلسا، وبسطنا جدا. كان ناقصاكي، كانت ناقصاكي خروجة دي يا إلسا. يلا معلش المرة الجاية بقى. وانتي يا إلسا خرجتي رحتي فين؟ انا رحت النادي وكمان مشيت على البحر. ايه ده، تليفوني بيرن، دي جودي. الو يا جودي. الو، ازيك يا بسنت، عامله ايه؟ الحمد لله يا جودي. بسنت، وانت حليتي اخر سؤال في الورقه الثانيه؟ ايه ده، هو كان في ورقه ثانيه اصلا؟ ايوه بسنت، كان في ورقه ثانيه انا حليت فيه سؤال غلط. يا لهوي، انا ما حليتش الورقه الثانيه. ايه، انت ازاي ما حليتيش الورقه الثانيه يا بنت؟